أهلا بكم من جديد، وأنتقل بكم الآن إلى الفقرة التحليلية التي يصحبني فيها اليوم رئيس تحرير الصحافة دكتور إبراهيم الصديق. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا. أبدأ معك من أخبار اليوم، وخبر السفارة الأمريكية حظر السفر يشمل الحاصلين على تأشيرات سارية. قال القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم ستيفن كوتسيس إن قرار حظر منع السودانيين تأشيرة دخول لبلاده ضمن 7 دول يشمل حتى الحاصلين على تأشيرات سارية. وأكد في مقطع فيديو بثته السفارة في موقعها الرسمي على فيسبوك مساء أمس أن القائم بالأعمال لن يستطيع إجراء مقابلات لمدة 3 أشهر لطالبي تأشيرة الدخول، ونصح الحاصلين على تأشيرات سارية بعدم الحجز للسفر أو دفع أي رسوم لأن الحظر يشملهم أيضا. وقال إن سفارة بلادي ستعلن عن أي مستجدات في الموضوع في وقتها، وأضاف أن فترة 3 أشهر ستكون لمراجعة الإجراءات للدول التي يشملها الحظر. وقال ندرك أن السودانيين مسالمين ونتطلع للعمل مع السودان للتوصل لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أن بلاده ستستمر في تعزيز العلاقات بين البلدين. دكتور إبراهيم، كيف تقرأ يعني منع السودانيين من الحصول على تأشيرة سارية المفروض من الذهاب إلى أمريكا؟ يعني أعتقد أنه القرار هو شامل للدول 7 في القرارات الكلية، لأنه الأصل هدف بتاع القرار بتاع ترامب هو فحص الإجراءات. أعتقد أنه كثير من الناس فهموا القرار بصورة بعيدة عن الحقيقة، لأنه الحقيقة أنه هم بيحاولوا يطمئنوا على أن الإجراءات التي تتخذ للدخول هي إجراءات سليمة وإجراءات متينة، لأن هنالك شكوك من ترامب أيام انتخابات أن الإجراءات لم تكن قوية للدخول والحصول على الجنسية الأمريكية أو حتى الجرين كارد في أمريكا والتأشيرات، وبذلك هو بيحاول إنه يمتن الإجراءات. فبالتالي نحن النظر لهذه القضية شملت حتى مزدوجية الجنسية. بعض الدول الآن بدأت الاستثناءات بتاعتها، من بريطانيا وكندا وأستراليا تم استثناؤهم، وألمانيا تم استثناؤهم. فأعتقد أنه الاتجاه يتم قرايته في القضية الكلية دي. هو ترامب أصدر القرار ولم يدرس ردة الفعل بتاعه، لأنه ردة الفعل بتاعه كان لها بعدين، بعد واحد خارجي، صورة أمريكا الخارجية والتزام بالحقوق الكلية، والصورة المتعلقة بالحقوق والإجراءات، لأنه الإجراء فيه تشكيك عن الإجراءات السابقة. لذلك وزيرة العدل السابقة قدم في استقالتها، مدير الهجرة تم إقالته، 50 دبلوماسي بدوا تقديم استقالاتهم لأنه يفتكروا أنه هذا لا يتسق مع صورة أمريكا. المندوب الأمم المتحدة في الهجرة قالوا أنه الإجراءات التي تتم للمهاجرين اللاجئين طالبين اللجوء هي الأصعب، تتطلب سنوات كثيرة. فأعتقد أنه الإجراء هو محض محاولة انتخابية استفادة من زخم سياسي بعد فوز الرئيس ترامب، فما أعتقد أنها هي موجهة لدولة بعينها، لكن أعتقد أنها هي رسالة للداخل أيضا. طيب يعني هذه القرارات ستسري لمدة 90 يوما حسب قرار الرئيس الأمريكي، برأيك في هذه الفترة هل يستطيع السودان أن يبذل مجهودات تؤدي إلى رفعه من قائمة دول راعية للإرهاب؟ هي كليا أعتقد أن الجهود بتكون مستمرة، لكن في إشكالتين. الإشكال الأولى أن هي الإدارة جديدة، والإدارة لم تتشكل بعد ولم تؤسس الثقة بين الجانبين حتى يتم حوار. ولكن المهم أيضا أنه الإجراءات التي تتم بخصوص اللاجئين، كثير من الناس يفتكروا انها هي الارهاب وما الارهاب، والصوره نفسها هي حتى تكون امريكا امنه، لكن هذه الدول الاكثر حركه للاجئين من اليمن، من سوريا، من ليبيا، من العراق، وفي حركه لاجئين كثيرين، فبالتالي جاءت هذه الاجراءات. فاعتقد ان هي بعيده نوعا ما من مفهوم الارهاب وقضيه الارهاب وقضيه الارهاب، ودي القضيه قاعدين نتحاور فيها والسي اي بتحاور فيها، لكن اعتقد انه أيضا تؤثر على حركة الاستثمار، تطبيع العلاقات بين البلدين، تكوين وتشكيل مجموعات ضغط، استفادة من رفع الحظر. أعتقد أنها بتأثر منها بشكل كبير، لأنه نحن محتاجين أساتذة الجامعات، محتاجين يسافروا للنقاشات، الشركات محتاجة تبني، مراسلي البنوك محتاجين يسافروا. فأعتقد أن هي تأثر على هذا الجانب بشكل كبير، وهذا التأثير على هذا الجانب قطعا يؤثر على تطبيع العلاقات أكثر، تعرف المجموعات بشكل هذا أكثر. ما كنت سأسألك عن يعني هذه القرارات هل ستؤثر على الحوار الجاري بين البلدين الآن والتطبيع؟ بتأثر على الحوار الجاري في هذا الجانب، لأنه محتاج أنت تبني الثقة بين الجانبين، محتاج تعزز الصلات بيناتهم، محتاج تقوي التواصل بيناتهم بين المجموعات الشعبية والمدنية. لأن المجتمع المدني له تأثير كبير، فهي قطعا ستؤثر على
على أمريكا، محتاج تبني مجموعات، محتاج تبني تشكيلات جديدة، متصورين إنه في أمريكا تكون في قوة جديدة. كل هذه الأحداث، مثل هذه الأحداث دائما تفرز مجموعات جديدة، دائما تبرز أبطال جديدين. الآن في أبطال جديدين، الآن الرئيس الكندي شاب أعلن ترحيبه باللاجئين، أصبح بطل في المنطقة، ممكن في أمريكا أيضا يصبح بطل. هذه المجموعات هي التي يمكن أن تستفيد منها في مجموعات الضغط، في مجموعات إدارة الحوار بين الجانبين.